مساك الله بالخير. هلا خير، ايش عندك؟ لحظة، وي تقعد تبسط عندي حبيبي؟ قول اللي عندك وتوكل، ترى مشغول انا. اول شيء انا ما اخذ الاذن عشان اقعد بالمكان اللي انا ابيه. عجيب، ما تعلمني منو حضرتك؟ انا فلاح رفيج محمد ولد اخوك. والعين فيك ومحمد وياك، هذا اللي ناقص بعد، مو ناقصني اتعرف على مجرمين. قم يرحم والديك، قم فارس، ترى عندي شغل ومشغول ماني فاضي حق عيد. تفضل لو سمحت. يلا انا بطلع بس بعطيك كرتي قبل اروح، يمكن تحتاجني، حاب انك تتصل فيني، هذا كرتي عندك. لا احتاجك ولا ابيك ولا ابي شوفتك، تفضل. ماشي انا بطلع، بس على فكره ترى عدوي وعدوك واحد. الو، ها حبيبي وينك؟ يلا زين، عليك بالعافية، أهم شيء تكون مرتاح. أبوي الحمد لله زين، ليش أنت ما رحت الشركة؟ ما دشيت عليه، ما تحب تشوفه معصب؟ شهوت قلبي، يعني أكيد في أحد يشوف أبوي زعلان ويستانس؟ طبعا لا يا حياتي، كلامك عن أبوي يعور القلب، ما أدري، يعني الكلام وايد غريب مو طبيعي، يعني إحساسه غريب. زين توصلت البيت؟ زين بقولك شيء، أحبك، يلا باي. أهم شيء أنت شلون حسيتي؟ حسيت إني مرتاحة، موزون كلامه ومحترم وشاري. هذا أهم شيء، خلص عيل توكلي على الله. مو كنت والناس؟ اي والله يما اخذتنا سوالف. ما شاء الله ما تشبعون من السوالف، مو انتوا 24 ساعه متجابلين، هذه سوالف ما تخلص. يما ايش فيك علينا اليوم؟ ما فيني شيء، بس انا متعوده تقعدون معاي، تتغدون معاي، تسولفون معاي، اليوم ساحبين علي خير شر. يا بعد عمري ما راح اتاخر مره ثانيه، شو اللي تامرين عليه؟ ممكن اروح ابدل ملابسي؟ تفضلي. يلا وانا معك. لا يما خليك قاعدة. أبي أسولف معك شوي. تبين تسولفين معي شوي؟ يعني أكيد عندك شيء تبين تقولينه، أنا عارفك. لا بس في مويضيع صغير. مويضيع؟ يعني سالفة عودة هالكبر؟ واي منك ومن سوالفك يا هيا. إنزين قولي لي شنو الموضوع المهم اللي تبيني فيه؟ فهد. شو في فهد؟ اليوم مرة الشركة على أبوك. فهد مر الشركة وما ياني المكتب. كان يسأل على أخوك محمد. ليش يسأل عنه؟ شو يبي منه؟ ماني عارفة، يمكن يبي يعتذر منه ولا يبي شيء ثاني، ما أعرف. شيء ثاني مثل شنو؟ ماني عارفة يا يمه، وعشان كذي أنا ناظرتك قلت يمكن تعرفين. أنت فيك شيء؟ فهد قال لك شيء؟ شوفي حبيبتي، صراحة فهد زعلان منك. أنا بالبداية وقفت معاك يا يمه، لكن فهد... فهد زين، بس أنا كل اللي بيعرفه هو شبي من محمد أخوي. ما أعرف حبيبتي، وعشان كذي أنا قاعدة أنطرش عشان أسألك. ليش تسكر الخط بويهي؟ أنا شاريتك وانت قاعد تسكر الخط. هذا آخر مسج بيني وبين أمي، أعتقد كل شيء بيني وبينك انتهى. أتصل عليكم ما ترد علي؟ علي حسبي الله عليك يا مها،
يوم انك فرقتي بيني وبين ولدي.